أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم عندي رسالة خاصة لكل شخص مظلوم، كل شخص عم بعاني من كلمات جارحة وسمعة سيئة، وانت في صرخة في داخلك ظلم ظلم ظلم، لأنه ما بيعرفوا كل الحقيقة. وظلم يعني الناس اتعمت لأنه ابتدأت تشوف الخير شر والشر خير، النور ظلمي والظلمة نور وبطلت تميز. وأصعب شيء لما بيكون في هجوم على الشخص، لكن اسمع ما قال داود النبي في مزمور 138: في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. بعدين في آخر عدد: الرب يحامي عني، يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى. فإذا الله مش ممكن يتخلى، مش ممكن يترك، مش ممكن يهمل الإنسان. وأحيانا يمكن منحس إنه صمت الله كأنه الله بعيد، لا، الله بيعرف كل شيء عنا، بيعرف داخلياتنا. وبتعرفوا لما العدل بقل ولما بيكون في ظلم، يعني تتخيل واحد يفوت للسجن لعدة أشهر بسبب كلمة قيلت بدون التحقيق مثلا، وموجود في يعني مظلوم في السجن، وتخيل كم من السمعات اللي تشوهت بسبب ظلم، بسبب كلمات. طبعا الكتاب المقدس بشجعنا من ناحية الرب يحامي عني، وأحيانا الرب يحارب عني، ولكن في مرات كتير يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. طبعا نحن نتكلم من ناحية روحية، إنه في مرات في مواجهة محتاج إنك تلبس أسلحة الله الكاملة، ومحتاج إنك تحارب الحروب الروحية، لأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات، يعني مع الشياطين والأرواح الشريرة النجسة اللي بتعبث في أذهان الناس وعقول الناس. الرب يحامي عني، الرب هو المحامي والمدافع، وفي نفس الوقت الرب هو الديان. انه كل شخص بيظلم في يوم من الايام رح يوقف امام الديان، ولكن في الوقت الحالي الثق انه الرب شايف والرب عارف. الرب يحامي عني. في سفر الجامعة مكتوب: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من هذا الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. لما عدالة الأرض بتخل، عدالة السماء موجودة. إحنا متمسكين في حمى إله محب وله القدرة والسلطان، وكل آلة صورت ضدك أو ضدك لا تنجح. كل لسان يقوم عليك تحكمين عليه في القضاء. الرب يحامي عني. اتمسك في هذا الوعد اليوم، اقرأ هذا الوعد واشتر عليه حتى يصبح جزء من حياتك وكيانك، والرب يزيد إيمانك حتى فعلا تقول الرب يحامي عني. مهما كثرت الأعداء والأقاويل والاتهامات والشكايات والمحاربات والتجارب والضيقات والاضطهادات، الرب يحامي عني. بصلي ربنا اليوم يحميك ويغطيك ويبارك حياتك، وتمسك في وعد الرب إنه الله عم بحامي عنك اليوم.